بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرتنا. هسه احنا في موضوع الامبير سيركت اللو، راح نستفاد من تطبيق هذا القانون في ايجاد المجال المغناطيسي للكيبل كوأكسيال. الكوأكسيال كيبل، مثل ما تعرفون انه الكوأكسيال كيبل متكون من موصلين اسطوانيين بيناتهم عازل. الميزة مال كوأكسل كيبل، انتو تعرفوها انه هو كيبل مهم لانه ممكن يتحمل ترددات، ينقل ترددات، يعني ينقل اشارة ذات تردد عالي يوصل الى 1 جيجا هرتز. ولهذا هذا الكوأكسل كيبل مهم بالاتصالات. فلو نجي هسه احنا مثلا نريد نحسب المجال المغناطيسي في كل نقطة داخل الكوأكسيال كيبل وخارجه، اكو مسألة لازم نفتهمها، انه بما انه احنا عندنا موصلين، واحد داخلي واحد خارجي، فالتيار راح اذا مثلا هو يمر تيار بالموصل الداخلي بقيمة I يدخل فيطلع بقده بالضبط بالموصل الخارجي. فلو كان مثلا التيار يدخل I، فاحنا نقول بالموصل الخارجي راح يكون التيار ناقص I باعتبار يطلع يعني عكس اتجاه التيار الاول. واذا كان الموصل الداخلي طالع التيار به، فالموصل الخارجي راح يدخل به بنفس التيار بنفس القيمة. هاي المسألة مهمة لازم نفتهمها حتى نحل هذا المثال. هنا شو يقول؟ يقول انفاينايت لونج، يعني اني الكوأكسيال كيبل مالتي طوله لا نهائي. انفاينايت لونج كوأكسيال ترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين يعني خط النقل. هاي الترانسميشن لاين، هاي الكلمة هاي أو الكلمتين transmission line، هاي راح تشوفوها بالثالث بكثرة. هاي العبارة transmission line هو خط النقل. فهذا transmission line يعبر عن خط نقل البيانات، سواء كان بكيبل أو حتى إذا وايرليس. وايرليس transmission line هو الهواء. إذا عندي واي كوأكسيال كيبل، فالترانسميشن لاين هو الكوأكسيال كيبل، وهكذا. إذا كوأكسيال كيبل أو كوأكسيال ترانسميشن لاين نفس الشيء. كارينج أي يونيفورملي ديستريبيوتد توتال كارنت. يونيفورم يعني متجانس، ديستريبيوت توزيع، توتال كارنت تيار كلي بمقدار I، يعني هو ما منطيني قيمة، منطيني يعني رقم I. زين. In the center conductor يعني بالموصل الداخلي المحوري. And ناقص I in the other conductor in the outer conductor، يعني الموصل الخارجي يحمل تيار ناقص I. As shown in figure below، كما مبين في الشكل التالي. احنا قلنا التيار داخل وطالع، زين، طالع بقده، زين. لإيجاد المجال المغناطيسي للكوأكسيال كيبل بطول لا نهائي يحمل تيار في الموصل المركزي مقداره I، بينما يحمل الموصل الخارجي تيار معاكس ناقص I، شو نسوي؟ احنا هسه خل نفرض نريد المجال المغناطيسي في منطقة بين الموصلين. أنا هسه بالنسبة لي أقدر أجيب هاي الوصلة وأنقلها للبينت، للكوبي، أروح للبينت حتى نحل على كيفنا. بينت راح نمسح السبورة، نخلي الرسم مالنا، هذا الرسم مالنا. زين، هسه نجي إذا أنا أريد أحسب المجال المغناطيسي، هسا شوفوا هاي هذا الرسم. مثل ما تشوفون
الأبعاد نصف قطر الموصل الداخلي أي، ونصف قطر الموصل الخارجي الحافة الداخلية بي والحافة الخارجية سي، يعني بيها فد سمك معين اللي هو بي ناقص سي السمك. زين، أني هسه أريد أحسب أطلع صيغة للمجال المغناطيسي إذا كان بين الموصلين، أريد أعرف إيش قد. فش أسوي؟ راح أختار سطح مسار قاوس، مسار أمبير سيركت اللول، المسار الباث يكون مسار مغلق. شلون أختار هذا المسار؟ شكله دائري، بالضبط دائري. فخل أختار مسار بالمنطقة اللي أحسب بيها المجال، يعني هنا أنا يعني هسه أريد أحسب. طبعا ما ينفع أختار هيك المسار مايل صفح، ليش؟ من يعرف ليش؟ ما تساوى، وبنفس الوقت ما راح يكون مماسي في كل النقط. فحتى يصير مماسي لازم يكون المركز مال المسار نفسه المركز مال التيار. فإذا هيك يصير هذا الباث، هاي أول نقطة أخذنا الباث، وليكن نص قطرة رو، حتى شنو؟ حتى هاي المعادلة اللي راح أطلعها ترهم على كل مسافة بالمنطقة هاي اللي هي بين الأي والبي، هاي رو بين الأي والبي. إذا نقول هنا آت رو أكبر من أي يعني خارج الموصل الداخلي، وأقل من بي يعني أقل من الموصل الخارجي، يعني بالمنطقة بيناتهم. زين، المسار أخذته، إيش قد حواط التيار؟ التيار اللي حواطه هو مثل ما تعرفون إيش قد شباب، إيش بيكم؟ أني هذا المسار اللي أخذته إيش قد حواط التيار؟ التيار اللي حواطته هو التيار مال الموصل الداخلي، صح؟ وهاي الموصل الداخلي إيش قد يمشي بيه تيار؟ أي. فمعناته أني من أطبق أمبير سيركت اللو، يعني من أقول تكامل على مسار مغلق للـ H دوت دي إل، هذا المفروض يطلع لي أي، اللي هو التيار اللي حوطته أني. زين، ناخذ، خل نفرض هذا باتجاه زد اكسس، ناخذ الديفرنشال اليمنت اللي هي من هنا لهنا مثلا، هاي شو تكون؟ هاي تكون رو دي فاي اي فاي. هم فهنا راح اذا نعيد العمليه، انه من فاي تساوي صفر لل 2 باي، لان دوره كامله لل H أي فاي في ال DL اللي هي رو دي فاي أي فاي، هاي تساوي لي أي. فالأي فاي ويا الأي فاي يروح، أي فاي ويا الأي فاي يروح، يبقى ال H والرو طلعهن خارج التكامل، نفس الحكي مال ذي جسه. فالرو وال H تكامل ال دي فاي، والفاي من الصفر للتو باي، وراح يطلع لي هاي يساوي اي. اذا نعيد العمليه، انه شو نقول؟ نقول الاي هنا رو و اتش، وهاي راح تكون نتيجه تو باي، يساوي لي اي. فالاتش راح يساوي لي هاي، طبعا اتش فاي سب فاي، يساوي لي اي على 2 باي رو، ما اقدر اقول اي فاي. زين، هذا المجال المغناطيسي بين الموصلين، بين الموصلين. اذا هذا اول قانون وصلته، اللي هو شنو؟ الاتش يساوي لي اي على 2 باي رو اي فاي، هذا 4
4 اكبر من اي اقل من بي، يعني في المنطقه البينيه. زين هاي خلصنا منها. اذا بداخل الموصل فنجي هسه نوضح هاي المساله. نقول وليكن هسه انا راح اختار دائره نفرض انه هذا هو الموصل الداخلي، يعني هسه كبرته يكون انه احنا كبرناه مثلا. هذا الموصل الداخلي. زين أنا هسه نص قطرة، طبعا هذا نص قطرة اي، نص قطرة اللي هو من هنا الى هنا نص قطرة اي. حتى اطلع المجال المغناطيسي بداخله، طبعا هذا يحمل تيار قيمته اي صح، لأن الموصل الداخلي. زين حتى اطلع المجال المغناطيسي في نقطة معينة هنا مثلا، شو اسوي؟ اختار مسار مغلق. شو اختار المسار؟ هم يعني دائري طبعا، هم راح اختار المسار دائري، وليكن مثلا هذا المسار الدائري لازم يمر بالنقطة، وهم يعني لازم شنو؟ موازي. هذا وليكن هذا نص قطرة رو، حتى شنو؟ حتى يرهم على كل النقط داخل الموصل رو. إذا شنو نقول؟ فور رو أقل من أي، يعني أني داخل الموصل الداخلي خذت هيش مسافة. زين هسه احنا ايش قد حوطنا تيار؟ شو نسوي؟ احنا اذا هذا الموصل كله، هاي المساحة كلها دا تعبر لي تيار بمقدار اي، اذا جزء من هاي المساحة فاكيد راح يطلع لي اقل من اي. شو نسوي؟ نسوي نسبة وتناسب، نسوي نسبة وتناسب. اذا كانت المساحة كلها تسوي لي اي، يعني المساحة هاي الخارجية كلها مال الموصل، المساحة كلها مال الموصل تساوي لي باي اي سكوير، هاي تعطيني اي. يعني خل ليش ما نكتبها باللون مالتها احسن، حتى شنو؟ حتى تصير واضحه بالنسبه لنا. باي اي سكوير هاي المساحه كلها، مثل ما تعرفون انتم المساحه هي باي ار سكوير، الار هو نص قطر الاي هسه مال كلها، هاي يمر بها تيار اي. زين اذا كانت المساحه رو اقل منها فتكون المساحه باي رو سكوير، هاي راح تعبر لي تيار جزء منها اقل من اي، اللي هو التيار اللي حوطته احنا نسميه اي انكلوزد. انكلوزد يعني المحاط، التيار اللي حوطته. فهنا انا ما اعرف هذا ايش قد، شلون اطلع على هذا؟ اقول اي انكلوزد يساوي هذا في هاي على هاي، نسبه وتناسب. اذا ايش اقول؟ اقول اي انكلوزد يعني التيار اللي حوطته اني هذا، ايش قد حواط التيار؟ يساوي لي اي في باي رو سكوير على شنو؟ على هاي باي اي سكوير. مختصر باي ويا الباي تروح.
ويساوي اي في رو سكوير على اي سكوير. هذا الاي انكلوزد. عاد اجي اخليه وين؟ بالقانون مالتنا. القانون شو يقول؟ يقول اللي هسه احنا حصلناه لاتش يساوي لي اي على 2 باي رو. طبعا اي فاي اكيد. فاشيل هذا اخلي الاي انكلوزد هنا. فهذا اي انكلوزد. خلي الاي انكلوزد يعني التيار التيار الحوطه. فايش راح يصير؟ الاتش يساوي لي اي هاي قيمه التيار اي رو سكوير على اي سكوير على المقام بقنا سواء 2 باي رو اي فا. ها هذا هسه الاي سكوير ينزل جوا هاي يصير بالبسط فتختصر الرو ويا التربيع. اذا الرو تختصر ويا التربيع فراح يصير عندك الاتش يساوي لي اي اي على 2 باي اي سكوير. ها رو فوق عندك رو بقى رو اي رو هذا شنو اي فاي طبعا الاتجاه هذا. خلينا نجي نحوطه هذا القانون هذا القانون المن نقول فور فور رو اقل من اي رو اقل من اي يعني داخل الموصل الداخلي. اذا داخل الموصل الداخلي المفروض يطلع لك هذا. شباب سهله مو ما اظن صعبه. مجرد طلعت الاي ان كلوزد نسبه وتناسب من تطلع الاي ان كلوزد تخليه بالقانون يطلع لك هذا. تختصر طبعا يطلع لك زين. اذا كان نعم تفضل نعم لازم تطلع الاي ان كلوزد بعدين ترجع على القانون تخلي الاي ان كلوزد يطلع لك زين. هسه نجي احنا هسه صار عندنا شغلتين. هسه نجي نشيل هالهاية اللي حصلناها اللي هي فور رو اقل من اي نخليها يم الصيغه اللي حصلناها ذيك هسه اللي هي هاي. يعني هسه صار عندنا صيغتين الصيغه الاولى والصيغه الثانيه اللي هي هاي. هسه حصلنا على قانونين حتى نقدر احنا نفتهم. اذا هسه صار عندنا قانونين. هسه احنا نشيل هالهذني باعتبار خلصنا منها هاي هاي نخليها يم هاي ونشيلهن ونخليهن على صفحة. هسه هاي كم منطقة؟ منطقتين منطقتين. ها هسه نجي للكوكسل نرجع مرة الأخرى. كوكسل مالنا الكوكسل مالنا هذا اخذنا المجال المغناطيسي بين الموصلين وبداخل الموصل الداخلي. هسه نجي اذا بين بي وسي انا وصيتكم تطلعوها للنتيجه سويتوها لو ما سويتوها؟ الى عد ما تستاهلون ما تستاهلون ارجع اشرح لكم. ما تستاهلون قوه هي خم قوه حتى نطلع المجال المغناطيسي بين الموصلين بين اي وبي يعني عفوا على الموصل داخل الموصل الخارجي يعني عندما يكون نص القطر بين اي وبي. فاني شو اسوي؟ راح اجي اختار مسار خلينا نجي نمسح هذا الكلام اولا عندنا مجال
مطلوب انه طلعنا المجال المناطيسي داخل المواصل الداخلي، وطلعنا المجال المناطيسي بين الموصلين. هسه نريد نطلع المجال المناطيسي على الموصل الخارجي بحيث يكون الرو اكبر من بي واقل من سي. فش نسوي؟ نختار مسار. المسار هذا ام لازم يكون مغلق ام دائري، فراح نجي نختار النفذ مسار. يعني خل نسوي رفيع حتى يبين المسار هذا. هيك اظن هسه المسار واضح شباب. فهنا اذا نختار مسار فور رو اكبر من بي واقل من سي، يعني بهالمنطقه. زين، اول شيء قلنا احنا لازم نطلع الاي انكلوزد. شغلنا على الاي انكلوزد. ايش حوطت هالثاني؟ حوطت الموصل الداخلي اللي يمر بي اي، اذا هذا يساوي اي. وحوطت جزء من الموصل الخارجي اللي يمر بي ناقص اي، اذا شنو؟ ناقصا هنا جزء من تيار الموصل الخارجي. زين، خلينا نجي على هذا الجزء، لان يعني ما اعرف شلون اطلع صيغته. فنقول هذا الجزء شو نسوي؟ هم راح نسوي نسبه وتناسب. شلون اطلع مساحه الجزء؟ لان مساحه الموصل الخارجي كله شو تعطيني؟ تعطيني ناقص اي، صح؟ الموصل الخارجي شي يمر بي ناقص اي. زين، اذا جزء منه فهذا اسوي نسبه وتناسب. شو نقول؟ نقول مساحه الموصل الخارجي قبالها ناقص اي. زين، اذا جزء منها جزء من المساحه راح يعطيني جزء من التيار. جزء من التيار، انا اريد جزء التيار هذا الخارجي. الخارجي زين، شو نسوي هسه؟ نجي عاد هاي هسه مساحه الموصل الخارجي شو اسوي؟ شلون اطلعها؟ اشو ما تحجون؟ مساحة الموصل الخارجي شلون اطلعها؟ انا اذا اريد اطلع مساحة بس هذا الموصل الخارجي شو اقول؟ اقول مساحة الموصل المحيط مساحة الدائرة الكبيرة ناقص مساحة الدائرة الصغيرة، صحيح؟ واضحة. يعني انت هسه تريد تطلع المساحة مال هاي، شو تسوي؟ طلع مساحة الخارجية كلها وتنقص منها شنو؟ البطن. فحتى تطلع مساحة الموصل الخارجي شو تقول؟ تقول المساحة الموصل الخارجي هي مساحة الموصل الخارجي هي باي سي سكوير، قاية لأن المحيط الخارجي سي، النص القطر مع الخارجية سي، باي سي سكوير ناقص باي بي سكوير، الخارجية ناقص الداخلية. هاي تعطيني ناقص اي، ناقص اي. زين، جزء من المساحة اللي حوطتها ايش قد؟ ايش حوطت تاني؟ حوطت بس هاي، هاي زائد هذا. هسه افتهمنا هذا، بس هاي ايش قد مساحتها؟ هاي بس هاي من الاخضر الى الحافه ايش قد؟ مساحه باي رو سكوير ناقص باي بي سكوير. اكتبها، هاي جزء من المساحه هي باي رو سكوير ناقص باي بي سكوير. هاي ايش تعطيني؟ جزء التيار. جزء التيار، هسه اطلع جزء التيار نسبه وتناسب. هاي تعطيني ناقص اي، هاي تعطيني جزء التيار.
يعني مو شرط ناقص، انا يعني بعدين اعرفها اقدر اخلي ناقص، بس المهم تعرف شلون اسوي نسبه وتناسب. فاذا جزء التيار شو يساوي؟ ناقص اي في واي رو سكوير ناقص واي في سكوير، هاي في هاي على هاي، باي سي سكوير ناقص باي بي سكوير. هسه انت الباي تقدر تطلعها وتختصرها، تقدر تختصر الباي يعني فقط لون شويه باهت، تختصر الباي هاي ويا هاي ويا هاي هاي. فاذا راح تطلع لي الجزء التيار هو ناقص اي ناقص اي في رو سكوير ناقص بي سكوير على سي سكوير ناقص بي سكوير. هذا شنو؟ جزء التيار، مو الاي انكلوزد. الاي انكلوزد هو شنو؟ هسه نجي عاد الاي انكلوزد. ايش قلنا على الاي انكلوزد؟ الاي انكلوزد هو التيار اي ناقص جزء التيار. ناقص جزء التيار. احنا طبعا حاطين الناقص هنا راسا تقدر. فش تقول؟ تقول اي انكلوزد يساوي لي اي ناقص هذا اللي هو اي في رو سكوير، طبعا صارت خلينا بعد شوية ايه اي ناقص هذه اللي هي اي في رو سكوير ناقص بي سكوير على سي سكوير ناقص بي سكوير. يعني لا شلون تختصرها؟ هاي بالكسر، اذا اكو ناقص ما يصير تختصر، هاي لازم تراجع معلوماتك عيني مال الجبر مال المتوسطه. فاذا هيجي هذا الاي انكلوزد. طبعا انت تقدر الاي طلعه عامل مشترك ايضا، فطلع لك هذا. عاد انت الاي الاتش عاد هو الاي انكلوزد على كذا. فشو تقول؟ تقول تقدر تقول الاتش يساوي لي الاي انكلوزد على 2 باي رو، مو صح؟ اي فاي طبعا زين. ويساوي الاي انكلوزد هو اي ناقص، طبعا انت تقدر هاي تقدر تقول واحد ناقص كذا واحد ناقص كذا، بس هسه ناقص اي في رو سكوير ناقص بي سكوير على سي سكوير ناقص بي سكوير، هاي كلها على 2 باي رو. على 2 باي رو راح تنضرب هنا، هاي اي ناقص كذا، عاد تعاملها الهاي انت، هاي تحلها، المفروض يطلع لك هيجي، هاي انت تروح تسويها، المفروض يطلع لك شنو؟ اتش فاي يساوي اي على 2 باي رو في سي سكوير ناقص رو سكوير ناقص رو سكوير. يعني هاي انت من راح تطلع عامل مشترك تقول واحد ناقص وتوحد المقامات يطلع لك هاي، بس حتى لا يضيع الوقت، فيبقى لك سي سكوير ناقص بي سكوير. هذه هاي نجي على نشيلها نوديها وين؟ خلي لها اطار. هذا القانون من المجال
داخل الموصل الخارجي. فإذا نجي نجيب هالهاي ونخليها يم ربعها اللي احنا وصلناها اللي هي هاي الثلاث صياغ. هاي نكتب عليها قبالها نكتب for رو اكبر من بي اقل من سي، يعني وين؟ بالموصل الخارجي. اذا هسه طلعنا المجال المناطيسي داخل الموصل الداخلي، وطلعنا المجال المناطيسي بين الموصلين، وطلعنا المجال المناطيسي بالموصل الخارجي. بقى بس خارجهم كلهم، خارجهم كلهم همين اختار مسار. نجي نختار مسار مثل ما سوينا، نختار مسار خارجهم. فاذا هسه شو نسوي احنا؟ مرة أخرى راح نمسح ونكتب ننزل الرسم عنا. نجي ناخذ هاي على صفحة. هسه احنا شو نريد؟ فور رو اكبر من نص قطر الكوكسل كيبل كله، يعني اكبر من سي. فور رو اكبر من سي، يعني احنا وين؟ برا خارج الموصل. شو نسوي؟ نختار مسار، جيب مسار، هذا المسار نسوي لك في الدائرة كبيرة، اكيد هي هم دائرة طبعا. المسار مسار يمر بالدائرة لازم هيجي، والمركز مالته شنو؟ المركز مالته هو الكوكسيل كيبل تقريبا هاي الدائرة تصير هيجي. المهم تمر بالنقطة. زين هسه هذا مسار، اختارينا المسار. رو منين اللي وين؟ من المركز إلى هنا، هذا رو. زين شقد حوطنا شقد حط شقد الاي ان كلوز من يعرف؟ هذا ها صفر. ليش؟ لأن الموصل الداخلي يمر بي اي حوطناه، والموصل الخارجي بي مر ناقص اي، هذا ناقص اي. ها فالاي ان كلوز راح يصير صفر. فمن تجي تقول الاتش يساوي اي ان كلوز على 2 باي رو اي 5، خلي اي ان كلوز صفر، فراح يصير الاتش يساوي صفر على 2 باي رو اي 5 ويساوي صفر. اذا المجال المناطيسي خارج الكوكسيال كيبل صفر. هسه طلعنا المجال المناطيسي في كل الاماكن، فبقى هنا بس نكتب ال H يساوي عفية H5 يساوي صفر فور رو اكبر من C. هاي اخر منطقة غطيناها وهكذا. فراح يصير عندك المجال المناطيسي مال الكوكسل كيبل غطيته انت. فمثل ما تشوفون كل هاي خلصناها. كوكسل كيبل شكله انتم تعرفوه، مو انا اريد اشوفكم اياه، بس هي هاي الصور مال كوكسل كيبل اللي هو نفس الكيبل، يشبه الكيبل اللي اذا نمده من الصحن مال الريسيفر ستلايت ريسيفر. طبعا اكو انواع واشكال، يعني مو بس هذا اللي عندنا احنا، وانما اكو منه رفيع واكو منه سميك وهكذا، والفيشه مالته ايضا اشكال متعدده. المجال المغناطيسي للكوكسيال كيبل بهالحاله راح يصير شكله، انا منطيكم اياه
هاي المحاضرات المطبوعه راسمه راسمين، لان هو بالكتاب راسمه هيك شكله. المجال المغناطيسي من نص القطر هذا، طبعا المحور الافقي هو الرو، فمن الرو اقل من اي يبدي يرتفع لانه يتناسب طردي عكسيا مع الرو، يبدي يزيد عفوا الرو فوق، عندي الرو فوق، الرو عندي فوق بالمقام بالبسط، فيتناسب طرديا مع الرو. كل ما يزيد الرو يزيد المجال، بعدين الى ان يصير الرو يساوي اي يثبت، وراها راح يبدي ينزل. ليش؟ لان الرو بالمقام عندي اللي هو هاي من بين بي و اي، الرو بالمقام، فيبدي ينزل، يبدي ينزل الى ان اوصل الى البي، راح ينزل اكثر، ينزل اكثر، لان عندي هنا هاي العلاقة، وراها ولا ما تتعدى السي يصير صفر، المجال يصير صفر. وصلنا اخذنا طبعا بالنسبة لجماعة الصباحي، لان جماعة المسائي الى هنا وقفنا. هسه نجي بالنسبة لجماعة الصباحي، جماعة الصباحي حكينا عن التيار اللي يمشي بشيت، التيار اللي يمشي خلال شيت، فإذا التيار يمشي خلال شيت شلون أطلع المجال المغناطيسي عليه؟ المسألة سهلة، إيش قلنا؟ قلنا إذا الشيت لا نهائي يعني كبير عريض واسع، فراح يصير شكل المجال المغناطيسي أفقي بالنسبة للشيت. ليش؟ لأنه حسب قاعدة اليد اليمنى أي نقطة بالشيت دين شبيه تيار فرق أصابع اليد اليمنى، فش راح يصير؟ راح يصير مثلا هسه هنا بالنسبة لهذا الشيت اللي هو دين يمشي باتجاه الواي، مثلا تيار يمشي باتجاه الواي، الكي كي نسميه كي واي، أي واي باتجاه الواي، ف طبق قاعدة اليد اليمنى الإبهام باتجاه التيار، فر الأصابع راح يصير فوق الشيت، الأصابع جاية عليك، وجوا الشيت الأصابع رايحة، فالمجال المغناطيسي فوق الشيت جاي عليك باتجاه الإكس فوق الشيت، جوا الشيت باتجاه الناقص إكس. وضربنا مثل قلنا إذا تاخذ نقطتين، إذا تاخذ نقطتين يعني أنت عندك هذا الخط مثلا، هذا الخط اللي هو خلينا نقول هذا هو الشيت، خلي يكون هذا باللون الأصفر، هذا شيت بيمشي بيه تيار، ما نريد يطلع بس هذا الشيت زين، وليكن التيار رايح، يعني أنت الشيت إذا تأخذ له صورة، هذا الشيت اذا تاخذ صوره من الجانب راح يبين خط حافه بس مال الشيت تشوفها، والتيار ايش بيه رايح، فراح يبين شنو خط الشيت، يبين خط زين. خلنا ناخذ مثلا بهالنقطه التيار طاب، التيار طاب على الشاشه، بهاي النقطه هم التيار طاب على الشاشه، خلنا ناخذ بس هاي النقطة وهاي النقطة، التيار داخل على الصبورة على الشاشة، المجال المغناطيسي مالته شلون صاير؟ دوران يميني أكيد، راح نختار في المسار مثلا هذا مال هاي اللي هو جزء من دائرة، يعني إذا أكمله يكمل دائرة، شلون صاير؟ إبهام داخل على الصبورة، فأكيد دوران شنو؟ بهالاتجاه. يمين، ومال هاي همين راح اختار المسار، المجال المغناطيسي همين هم دوران يميني، فش راح يصير؟ خلينا نقول هاي خضرة نرسمها، الدائرة مالته خضرة اللي هي هيك، طبعا تكمل الدائرة هيك، بس احنا ناخذ بس هاي، نريد نوضح مسألة، شنو هي المسألة؟ المسألة انه المجال ينهذني بهالنقطة
بهاي النقطة شو تساوي؟ نجي نحلل. أول شيء بالنسبة للزرقة راح تتحلل إلى مركبة هاي جاية هيجي نازلة، فتتحلل إلى مركبة نازلة جوا ومركبة رايحة أفقية بالنسبة لهاي الزرقة. بالنسبة للخضرة هم يعني نحلل إلى مركبتين لأن هي صاعدة هيجي، فواحدة صاعدة وواحدة رايحة لليمين. محصلتهم هاي الصاعدة ويا النازلة بالضبط بقدها، لأن يعني نفس المسافة هاي تساوي هاي، لأن يعني هاي النقطة صايرة بيناتهم، فهاي تلغي هاي الفوق المركبة العلوية تلغي المركبة السفلية، فراح تبقى مركبتين بس أفقية واحدة تقوي الأخرى. معناته شنو؟ طبعا هاي بالنسبة لهاي النقطتين، وهنا أنا عندي تيار وهنا عندي تيار هنا عندي تيار، كله داخل على الصبورة مال الشريط، فكل نقطتين متقابلة تسوي لي هيجي، بالتالي محصلة المجال المغناطيسي، محصلة المجال المغناطيسي اللي هو فوق الشيط راح يصير بهالاتجاه، بهالاتجاه فوق الشيط، جوا الشيط عكسه، يعني هيك رايح. فهذا شنو معناته؟ معناته إذا التيار داخل على الشاشة، طبعا هذا الشيت لازم لا نهائي، يعني أنا مو بس بهاي، وإنما هذا الشيت طوله يمتد للما لا نهاية، من هالصفحة نفس الشيء، الشيت يمتد للما لا نهاية. فهنا راح يصير عندي المجال المغناطيسي فوق الشيت رايح لليمنى، جوا الشيت رايح لليسرى. هذا شنو؟ إذا التيار طابع على الصورة على الشاشة. اما اذا التيار طالع من الشاشه فبالعكس. زين شلون القي لي صيغه تحكم الاتجاه؟ لان انا مو اقعد احزر. الصيغه سهله. شنو الصيغه سهله حتى نطلع التيار اللي يمشي بشريط؟ اذا كان عندي الشريط هو هذا، احنا هسه مجازا نسوي له حدود، هو لا نهائي. يعني هسه حتى الونه اضطر شو اسوي؟ اضطر اغلق المسار حتى بالبينت لا يطلع الطلاء للخارج. خلينا نقول هذا الشيت الفوقاني العلوي هو لا نهائي، لا نهائي. زين جوه بس هذا هسه نحكي بس هذا، خل نسوي له كوبي حتى نحتاجه بعدين. كوبي زين. هسه نجي احنا هذا الشيت ده يمشي بيه تيار بهالاتجاه، احنا ايش قلنا؟ قلنا التيار اللي يمشي بالشيت كثافة التيار هي شنية؟ كي. زين إذا كانت هذا الاتجاه الواي، خلينا نقول الاتجاهات، هذا الواي اكسس وخلينا نقول هذا هو الاكس اكسس وهذا هو الزيت اكسس، معناته أنا هنا شنو اتجاهي؟ اتجاهي الواي. إذا الكي هو كي أي واي، اتجاه مال التيار. خل نمسح هاي حتى لا تسوي لنا علينا تسوي تشويش. هاي نمسحها. اتجاه التيار كي اي واي. زين. ايش قالوا؟ قالوا صيغة القانون مال ايجاد التيار في شريط سهلة. هاي تنص على انه الاتش مال الشريط، التيار مال الشريط يساوي لي نصف كي كروس اي ان. هاي الصيغة هي الصيغة العامة. وانا هسه شو اسوي؟ اخليها باطار. هذا هو القانون اللي انا لازم احفظه.
شلون احسب المجال المغناطيسي؟ اول شيء الكي بالله هو يعطيك اياه كثافه القياسيه هذه كي اي واي افتهمنا. الاي ان منين اجيبها؟ الاي ان هو النورمال يونت فيكتور عالشيت نورمال. زين شلون نورمال؟ هسه مثلا هذا الشيت النورمال اللي فوق لو اللي جوا؟ الجواب ياهو تختار الفوق لو جوا. هذا الجواب يعتمد على شنو؟ على مكانك. اذا انت فوق الشيت يعني النقطه اللي تحسب بها المجال فوق الشيت فشو تسوي؟ النورمال جاي عليك يعني وين؟ صاعد لي فوق. في الاي ان ايش راح يصير؟ ما راح يصير يساوي اي زيت صاعد فوق. واذا انت جوا الشيت فالنورمال هو الجاي عليك من الشيت جاي عليك يعني ناقص اي زيت. فاذا الاي ان هنا يساوي ناقص اي زيت. اذا الاي ان يعتمد على مكانك بالنسبه للشيت. وين تكون؟ هو متجه عليك نورمال على الشيت. اذا هسه شغله سهله. اذا هسه خلينا نقول كان عندي مطلوب مثلا مطلوب ان اطلع المجال المغناطيسي فوق الشيت. شو اسوي؟ نجي نطبق القانون. H فوق الشيت يساوي لي نصف الكي هو كي اي واي صح؟ اكتب كي اي واي كروس اليونت فيكتور اني فوق الشيت فاختار اي زيت. اذا كروس اي زيت اي واي كروس اي زيت يساوي لي شنو؟ اي اكس. فش اقول؟ H يساوي لي نصف كي اي اكس. زي هذا الحكي صح؟ وين الاي اكس؟ هذا الاي اكس يعني المجال المغناطيسي فوق الشيت صاير بهالاتجاه صحيح مثل ما ذيك هسه حكينا. زين شلون حزرت هاي اي واي كروس اي زيت يساوي اي اكس؟ هاي المفروض انت تعرفها. اذا انت ما تعرفها شو تسوي؟ تطبق قاعده اليد اليمنى بالكروس. شلون؟ تمد اصابع اليد اليمنى باتجاه الفكتور الاول وبعدين تحنيها باتجاه الفكتور الثاني وتباوع على اتجاه الابهام. هو لازم يعطيك النتيجه. يعني اصابع اليد اليمنى باتجاه الفكتور الاول ياهو الواي مدها واي اصابع اليد اليمنى. يعني خلينا نقول هاي اليد اليمنى هاي اليد اليمنى هاي الابهام هذا الابهام هاي الاصابع 1 2 3 4 مديناها باتجاه شنو؟ الاي واي. هاي الاي واي الفكتور الاول اي واي. بعدين شنو؟ احنيها هاي الاصابع احنيها لي فوق يعني الفكتور الثاني شنو؟ اي زيت للاعلى. فتحنيها للاعلى فشلون راح تصير؟ راح تصير اصابع اليد اليمنى اللي هي هاي هذا الابهام قلنا انت شويت حنيتها هاي الاصابع صارت هيجي حنيتها. اذا الابهام باتجاه الاي اكس فنتيجه الاي واي كروس اي زيت طلع اي اكس. زين هسه خلينا نجي وين؟ جوا. اذا اني بمنطقه جوا جوا الشيت فش راح يصير؟ راح يصير ال H X ال H عفوا ال H يساوي لي طبق القاعدة هاي نصف نصف ال K أي واي كروس النورمال شنو؟ ناقص أي زيت. هسه أي واي كروس ناقص أي زيت طبق القاعدة. أول شيء مد أصابع اليد طبعا هسه بهالحالة لازم تحنيها لي جوا لازم تحنيها لي جوا فما تقدر هيك تحنيها لازم تقلب كفك تقلبه تمده باتجاه الاي واي حتى تقدر تحنيها وين؟ للاسفل. فشلون راح يصير؟ راح يصير هيك هذا الابهام هاي الاصابع بعدين تحنيها يعني شو يصير؟ هذا الابهام والاصابع للاسفل تحنيها. فمن تحنيها الاصابع طبعا انت هاي لازم شويه يعني هيك راح تصير الاصابع يعني فراح يصير الابهام باتجاه الناقص اي اكس ناقص اي اكس يعني معناته جوا الشيت
الاتش اللي بهام رايح بذيش الصفحه، هو الاكس وين؟ هذا الاكس اللي بهام رايح على هالصفحه اللي هو ناقص اي اكس. فالاتش يساوي لي نصف كي، النتيجه كي، والاتجاه شنو؟ ناقص اي اكس، ناقص اي اكس. هذا هاي هذا الموضوع كلش سهل، حرامات يفوتك اذا جاك بالامتحان فهو من مصلحتك، يعني درجه لازم تاخذ كامله عليها، اذا تفرط بها انت خسران. فانت هذا الموضوع مهم يفيدك. الملاحظة من هذا الصيغة انه ما بيها مسافة عن الشيت، يعني اذا الشيت لا نهائي، لا نهائي يعني يمتد لكل الاتجاهات، يعني بالنسبة بالاكس وبالواي كل الاتجاهات مثلا بالنسبة لهاي الحالة، فش ما تبتعد ما يقلل المجال، بدليل انه هاي ما عندي هنا أنا. فمجرد انت فوق الشيت او جوا الشيت، اذا فوق الشيت الاي ان راح يصير اي زيت، اذا جوا الشيت يصير الاي ان شنو؟ ناقص اي زيت. فهيك عاد الحاله اللي اخذناها احنا اللي يضربها مثل صاحب، يعني هو بالكتاب شو يقول؟ خلنا ناخذ هذا هو الشيت مالنا. إذا شيتين، هذا الشيت الأول جواه أكو شيت آخر، جواه أكو شيت آخر، خلنا نأخذ ترانسبيرنس على مود توضح. شيتين، هاي شيتين كأنما شلون متسعة، زين هاي شيتين. اذا الشيت طبعا هو لا نهائي، بس احنا نخلي حدود حتى يبين، لان اذا ما نخلي حدود كل الدنيا تصير صفره وما نفتهم شنو القصه، فاحنا حاطين حدود بس لغرض التوضيح. هسه اذا كان الشيت الاول الفوقاني التيار مالته مثلا بالاتجاه ناقص اي واي، يعني جاي هيك، هذا شنو؟ هذا الشيت الفوقاني التيار مالته بالاتجاه هيش، لان انا ايش عندي؟ عندي هذا الواي وهذا الزيت وهذا الاكس. فهنا الكي شنو؟ ناقص اي واي، فالكي اوف ناقص اي واي مال هذا الشيت الفوقاني، والشيت الجواني اتجاه التيار مالته مثلا باتجاه الاي واي. فهذا هو كي اي واي اتجاهه. زين، ليكن موقع الشيت الجواني اد زيت يساوي صفر، وهنا اد زيت يساوي اتش مثلا. هنا اذا اريد اطلع المجال المغناطيسي بين الشيتين، نقطه بين الشيتين، نقطة بي، شلون اطلع المجال المغناطيسي بين الشيتين؟ نجي ناخذ واحد واحد، فناخذ اول شيء بالنسبة للشيت الجواني، اني النقطة راح تصير وين؟ فوق هاي، فنطبق القانون H، قانون H يساوي شنو؟ نصف K اي كروس اي ان. الكي هو اي هسه هذا القانون العام، مو كي، يعني كي كبكتر واي ان كبكتر، هذا القانون العام. هسه بالنسبه للنقطه بي، ف بالنسبه للشيت الاسفل فور زيت يساوي صفر شيت، انا عندي الكي اي واي، اذا الاتش شو يساوي؟ نصف كي اي واي مال الشيت الجواني كروس الاي ان شنو؟ النورمال شنو؟ اي زيت، يعني لازم جاي عليه من الشيت للنقطه، فاي زيت كروس اي زيت. زين، طبق قاعده اللي اليمنى، شو يصير عندك؟ نصف كي اي اكس، ليش؟
لان اول شيء مد اصابع اليد اليمنى باتجاه الايوة التيار مال الشيت الجواني وبعدين فرها باتجاه الاي نورمال الاي زيت فراح يطلع ابها لابهام اتجاه اي اكس. اذا اي اكس شوف اذا هنا نصف اي اكس هذا شنو؟ هذا المجال المغناطيسي مال الشيت الجواني. هسه نجي على المجال المغناطيسي مال الشيت الفوقاني. فش نقول؟ الشيت الفوقاني شلون نعبر عنه؟ نقول فور زيت يساوي اتش، لان هو الشيت الفوقاني ات زيت يساوي اتش. فالاتش شو يساوي؟ نصف. الشيت الفوقاني شلون التيار مالته تجاهه؟ ناقص اي واي. ناقص اي واي. فنقول نصف كي في ناقص اي واي كروس النورمال شنو؟ ناقص اي زيت بالضبط، لان النورمال هو من الشيت الى النقطة ناقص اي زيت. نختار هنا ناقص اي زيت ناقص اي واي كروس ناقص اي زيت شو تسوي؟ سوي قاعدة اليد اليمنى، مد اصابع اليد اليمنى باتجاه التيار، نزلها. فش يصير الابهام؟ اي اكس اي اكس اي اكس. فهنا اذا ويساوي الاتش يعني يساوي نصف كي اي اكس. هذا مال من؟ مال الاتش يساوي زيت. هسه نجي الاتش، اذا الاتش ات نقطة بي مجموعهم لازم مجموعهم. فاذا نجي نقول فور الاتش ات بوينت بي شو يساوي؟ يساوي للاتش المجال المغناطيسي مال الابر يعني الشيت العلوي زائدا المجال المغناطيسي مال اللور ويساوي هذا مال اللور مال الابر مال الشيت العلوي وهذا مال الشيت السفلي. فنص نص كي اي اكس وهاي نص كي اي اكس يعني اثنينهم. فاذا شو نقول؟ نصف كي اي اكس هذا مال العلوي زائدا نصف كي اي اكس مال السفلي فيساوي لي هسه نص زائد نص واحد اذا كي اي اكس. اذا هذا المجال المغناطيسي في نقطة بي هذا بين الشيتين. اذا بين الشيتين المجال المغناطيسي هو كي اي اكس. زين اذا فوق الشيتين اثنينهم ايش قد المجال المغناطيسي؟ راح يطلع صفر. ليش؟ لان هذا راح يعطيني كي اي اكس عفوا مال السفلي كي اي اكس ومال العلوي راح يعطيني كي ناقص اي اكس. من تطرح من تجمعهم اثنينهم الصفر. كذلك اذا جواهم اثنينهم واحد عكس الاخر هاي انت تروح تسويها بالبيت وتبرهن عليها. اذا جواهم اثنينهم واحد يعطيك زائد اي اكس واحد يعطيك ناقص اي اكس ومن تجمعهم اثنينهم راح يطلع لك صفر. اذا المجال المغناطيسي جواهم اثنينهم صفر فوقاهم اثنينهم صفر بيناتهم متضاعف بيناتهم. والحمد لله رب العالمين.